أهلا فيك في هذا التأمل الجميل اللي رح أساعدك فيه إنك توسع من حدود نفسك للاستقبال بطريقة جميلة وآمنة. ولكن قبل ما نبلش التأمل، كون ضامن إنك ما عم بتسوق عربة ولا عم تستخدم آلة ثقيلة، تكون موجود في مكان مريح وبساعدك على الاسترخاء. فأخذ نفس عميق وطلع النفس. واسمح لعيونك تغمض وخذ نفس عميق وطلع النفس. وكمان نفس عميق وطلع النفس. اسمح لرجليك انهم يسترخوا. انت بتقدر تطلب منهم انهم يسترخوا. اسمح لمنطقة الركبة انها تسترخي. منطقة البطن تدخل في استرخاء اعمق وأعمق وأعمق. منطقة القفص الصدري اسمح لها أنها تسترخي. منطقة الكتاف وكل الأشياء اللي حاملها على الكتاف اسمح لها تسترخي أعمق وأعمق وأعمق. منطقة الإيدين وحتى أصابع الإيدين اسمح لهم يدخلوا في حالة استرخاء أعمق من الشيء اللي أنت متعود عليه. وخذ نفس عميق واسمح لهذا النفس يزيد ويعمق من الاسترخاء. منطقة الرقبة والحلق والأوتار الصوتية اللي يمكن عم بتحط جهد كبير خلال اليوم، أعطيها هذا الوقت إنها تسترخي. هذا الوقت إلك، هذا الوقت حقك. اسمح لمنطقة الفم إنها تسترخي أعمق وأعمق. منطقة الأنف، العيون، وحتى العظام تاعت الرأس وعظام الجمجمة اسمح لها تدخل في استرخاء عميق. وراح تسمح لدماغك الشمال واليمين يدخل في حالة استرخاء وتناغم أكتر وأكتر وأكتر. أي أنشطة عندك إياها، أشياء مفروض تعملها خلال اليوم، أعطي لحالك فسحة منها. راح ترجع لها، أنت ما راح تتركها للأبد، ولكن أعطي نفسك المجال إنه هاي الجلسة في الوقت تاعها تكون جلسة مخصصة إلك، لأنه حقك تأخذ هذا الوقت إنك تسترخي. وراح ترجع للأنشطة اللي مفروض تعملها بعدين. فخذ نفس عميق وطلع، وكمان نفس عميق وطلع. راح تحس إنه الاسترخاء عم بيزيد أعمق وأعمق، لدرجة إنه حتى الخلايا تاعتك عم تدخل في حالة استرخاء عميق، كأنك بين الصاحي وبين النايم في مساحة استرخاء وهدوء داخلي جميلة جداً. وأي أفكار ومشتتات عم تحكي لك عن أشياء تانية راح تكون واعي عليها، ما راح تتصارع معاها، راح تسمح لها تمرق من خلال شاشتك الذهنية، وراح تسمح للاسترخاء إنه يزيد. راح تأخذ كمان نفس عميق يساعدك تدخل في حالة استرخاء أعمق وأعمق
وأعمق، كأنه ما ضل إشي بالدنيا غير الاسترخاء نفسه. رح تبلش تنتبه بعيونك الداخلية إنه في حدود لجسدك، وممكن تتخيل قلم عم برسم حوالين هاي الحدود. وإنت بتنتبه على هاي الحدود رح يصير عندك وعي إنه إذا إنت قادر تنتبه على هاي الحدود معناته إنت مش هاي الحدود. بنفس الوقت راح تنتبه على حدود الفضاء اللي موجود فيه جسمك، حدود خيالك، وراح ترسم على هاي الحدود خط. راح تبلش تنتبه انه في وعي موجود ما بنحط عليه كلمات، ما بنحط حتى عليه احرف، دائما موجود ومنتبه على هاي الحدود لأنه أكبر منها. بنفس الوقت رح تبلش تنتبه إنه في هذا الوعي المحيط في حدود جسمك وحدود خيالك في خيرات لا محدودة، في قدرات لا محدودة، في اتصال مع كل روعات الحياة. وأي أفكار عم بتحاول تحلل هذا الحكي راح تسمح لها تمر والاسترخاء يتعمق. ومعها بتتعمق إحساسك بالفضاء الداخلي. خذ نفس عميق وطلع هذا النفس. رح تبلش تنتبه إنه هذا الوعي هو فيض لا محدود، ولكن بنفس الوقت أنت عم تسمح لحالك تستقبل من هذا الوعي كمية محدودة فقط، كمية محدودة من الجمال اللي فيه، من الرزق اللي فيه، من البركات اللي فيه، من القدرات اللي فيه. رح تبلش تنتبه إنه أنت حاطط على حالك حدود يمكن أنت مش واعي من وين طالعة. يمكن هاي الحدود هي حدود جسدك، أو حتى أضيق من حدود جسدك، أو هي حدود خيالك، أو يمكن أضيق من حدود خيالك. ولكن لأول مرة بتنتبه إنه عندك حدود للاستقبال. يمكن حتى تنتبه إنه في حدود لاستقبال الكلمات اللي عم تطلع من تمي والطاقة خلف هاي الكلمات. أنت لأول مرة عم بيصير عندك وعي وتمييز إنه في عندك حدود للاستقبال عم بتبلش تستنبطها الآن. وأي أحكام عم تظهر داخل نفسك عم تحكي هذا شيء سيء، أنا ليش عندي هذا الحدود، لازم أكسرها، أو أي أفكار تانية عم تعمل علاقة عداوة مع هاي الحدود، رح نسمح لها تظهر وتتبخر من نفسك. لأنه هاي الحدود إلها مكانها وفي سبب لوجودها. فخلينا نطلب إنه في داخل هاي الحدود تبلش تستقبل المغفرة. المغفرة إنك أنت حطيت حدود على حالك من غير وعي، وأنت ضيقت على حالك من غير وعي. ممكن هاي الحدود هي حدود متوارثة من النسل أو من البلد أو من أي سبب تاني، مش مهم. كل أحكامك على هاي الحدود إنها جيدة أو سيئة راح تبلش تتبخر الآن من كل مكان، زمان وواقع. من هاي اللحظة كل أحكامك على هاي الحدود إنها جيدة أو سيئة راح تبلش تتبخر من كل مكان، زمان وواقع. كل أحكامك على هاي الحدود إنه مفروض تنتهي الآن نلغيها ومنشفرها من كل مكان، زمان وواقع. خد نفس عميق وطلع.
كمان نفس عميق وطلع. وكمان نفس عميق وطلع. رح نسمح لنفسك تبلش تصير واعي على المغفرة اللامحدودة اللي موجودة في الوعي حوالين هذا الحدود اللي عندك إياها، ورح تبلش تشوف إنه المغفرة بلشت تتدفق في هاي الحدود، وانت عم تستقبل أكتر من هاي المغفرة بالحدود الآن. افتح حدودك لتستقبل المغفرة الآن، استقبل أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، وكل ما تستقبل أكتر كل ما أحكامك عم تتلاشى، وعم تبلش تستوعب إنه هاي الحدود اللي ضيقت الاستقبال عليك حتى لو خلقت مشاعر ضيق جواتك هي كان إلها السبب، وهي نفعتك في طريقة معينة وخدمتك في طريقة معينة لوقت معين. خد نفس عميق وطلع، كمان نفس عميق وطلع، كمان نفس عميق وطلع. رح تلاحظ لأول مرة إنك عم تنتبه على الحدود اللي أنت حطيتها على الاستقبال، وحتى عم بتكون واعي على المشاعر اللي عم تخلقها هاي الحدود، يمكن ضيق، يمكن خوف، يمكن تحكم. رح تسمح لكل المشاعر اللي موجودة خلف هاي الحدود إنها تظهر، يمكن غضب، يمكن عار، أو يمكن خوف، أو يمكن مزيج بيناتهم. كل هاي المشاعر راح تسمح لها إنها تكون موجودة، وراح تحكي لها شكرا 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 شكرا. يمكن جزء من نفسك عم بيحكي ليه عم تحكي شكرا، ولكن انت عم تسمح لهاي المشاعر إنها تظهر، وعم تحكي لها شكرا 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 إنها عم تظهر. راح تلاحظ لأول مرة إنه الملامة القديم اللي كانت عندك إياها بالسابق، إنه ليش أنا حاط حدود على الاستقبال تاعي، وهاي الحدود جاية من كذا ومن كذا ومن كذا، كلياتها رح تبلش تتبخر، ورح تتحول لإحساس بالمسؤولية. أنا عندي حدود لسبب معين، وعم بسمح لحالي تدريجيا أتقبلها بدون أحكام، وعم بسمح للمغفرة تتدفق في هذا المكان وتتدفق في كل المشاعر المختنقة خلف هاي الحدود. فإحنا بنسمح للمغفرة تتدفق أكتر وأكتر 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 وأكتر، نسمح لها تتدفق من المصدر النوراني مباشرة. من هاي اللحظة أنت بتسمح لنفسك تستقبل مغفرة أكتر من أكثر وقت استقبلته في حياتك داخل هاي الحدود. هاي الحدود رح تسمح لنفسها تفتح مساحة جديدة لاستقبال مغفرة أكثر من أكثر وقت استقبلته في حياتها، وانت واعي ان كل ما تستقبل مغفرة أكثر هاي المغفرة لا رح تقل ولا رح تزيد، لأنك انت عم تتعامل مع مصدر نوراني. خد نفس عميق واسمح لنفسك تتوسع تدريجياً. راح تلاحظ انه هاي الحدود حتى لو هي موجودة انت قادر تكون واعي على المساحة اللي جوا الحدود، وعلى الحدود نفسها، وعلى المساحة المحيطة بالحدود. ولأول مرة بتشوف انه هاي الحدود هي مش سجن، هي خيار لا واعي قديه انت تستقبل. ويمكن من الحكمة إنها كانت موجودة لفترة طويلة، ولكن السؤال هل أنت بدك تضلك عايش في هاي الحدود على الاستقبال؟ ما تسمح لنفسك إنها تستقبل أكتر؟ فأنت لأول مرة بتبلش تنتبه إنه هاي الحدود قابلة للتوسع، وأنت قادر تستقبل أكتر من الوعي اللي حولك. مش معناته تتوسع مرة واحدة 10 مرات أو 20 مرة أكتر، معناته أنت بتسمح لها تتوسع تدريجيا. والنظام الكوني فيه ذكاء عبقري، ذكاء رباني،
ما رح يسمح لهاي الحدود تتوسع أكتر من قدرتك على الاستيعاب. فخذ نفس عميق وطلع، والطمأنينة عم بتزيد عندك والفضول عم بيزيد عندك إنه شو رح يصير لو توسعت حدودي على الاستقبال أكتر من الشيء اللي أنا متعود عليه؟ شو رح يصير لو هاي الحدود نفسها استقبلت مغفرة أكتر من اللي أنا متعود عليها؟ شو رح يتغير في حياتي إذا ضاعفت قدرتي على الاستقبال الرزق والجمال والوعي والقدرات الحوالي من المصدر مباشرة 3 مرات أكتر؟ شو رح يتغير في حياتي؟ رح تسمح للإجابات إنها تظهر، لأحاسيس معينة من الانفتاح إنها تظهر، ولأول مرة بتشوف إنك أنت ما عم توخد، أنت بس عم تفتح حدودك لاستقبال أكتر من المصدر اللامحدود، من الوعي اللي حوليك اللامحدود. ورح تلاحظ إنه الوعي اللامحدود اللي حولك هو بحبك توسع، لأنه رح يقدر يتدفق فيك أكتر ويعبر من خلالك أكتر وأكتر وأكتر. فخذ نفس عميق وطلع. وانت هلا بلشت تنتبه انه حتى الوعي اللي حواليك بنتشي لما انت توسع الحدود تاعتك بطريقة آمنة، وبطريقة بتحترم حالك، وبطريقة بتحترم كل أجسادك الباطنية. خذ نفس عميق وبلش انتبه على الوعي اللي حواليك المطلق. بلش استرخي إله، وبلش استشعر كيف هو سعيد إنه يلاقي قناة أكبر يتحرك من خلالها، لأنه عارف إنه بيقدر يعبر عن قدرات أكتر من خلالها. ورح تبلش تلاحظ إنه هاي الحدود هي مش جامدة، رح تبلش تحط مجهر حوالين هاي الحدود. رح تبلش تلاحظ إنك أنت كنت مفكر إنه معمولة من مادة صلبة، ولكن رح تبلش تلاحظ إنه حوالين المجهر كل هاي الحدود هي عبارة عن فكرة. فكرة انزرعت جواتك لإيش أنت متاح إلك، أو إيش أكتر قدرة عندك للاستقبال. يمكن هاي الفكرة عمرها سنة، يمكن عمرها 2، يمكن عمرها 10، يمكن عمرها 100، يمكن عمرها 1000، يمكن حتى جاي من كوكب تاني. مش مهم عمرها، هي بتضل فكرة لا أكتر ولا أقل. هي ذاكرة قديمة عندك إياها بالوعي، ولكن ليش عم تعطيها القوة الكاملة إلك؟ ليش هي اللي عم بتكون تحدد شو المتاح إلك؟ أنت بهاي اللحظة عم تتذكر إنه المتاح إلك هو لا محدود، ما إله نفاد، بس أنت عم تختار لسعتك النفسية قدرة معينة على الاستقبال. بس ليش عم تعطي هاي الفكرة القوة هي اللي تحدد أنت هل حاليا قد إيه بتقدر تستقبل؟ مش معناته تصارعها، بس معناته تكون واعي إنه هي مجرد فكرة، وأي أحكام عندك إياها هاي الفكرة راح تسمح لها إنها تظهر وتتبخر. أي أحكام عندك عن هاي الفكرة إنها منيحة أو عاطلة، جيدة أو سيئة، راح تسمح لها تظهر وتتبخر. خذ نفس عميق وطلع. راح تبلش تنتبه إنه الفكرة اللي عم بتحط حدود على قدرتك على الاستقبال هي لينة، هي عبارة عن طاقة وتم تشكيلها كفكرة، ولكن هي مش السيد عليك. فأحكي لها شكرا، شكرا أنك عملت اللي عليك، شكرا أنك ساعدتيني ونفعتيني بطريقة معينة حتى لو أنا مش واعي عليها. وأي أحكام عندي إياها عم تحكي أنه أنت ما نفعتيني، أنت ما فدتيني، راح أسمح لها تظهر وتتبخر وتنلغي وتتشفر من كل مكان زمان واقع، لدرجة
بتصير تتطلع على هاي الحدود من عيون الفضول، مش من عيون الخوف ولا من عيون الضيق ولا من عيون الأحكام، لأنك وعيت إنه حتى المساحة اللي حول الحدود هي لا محدودة، وإنت راح تصير واعي إنك إنت المساحة اللي حول الحدود، وإنت الحدود، وإنت الأفكار اللي خلقت هاي الحدود، وإنت اللي جوا الحدود. إنت مش محدد في هاي الحدود. فخذ نفس عميق وافتح نفسك للتوسع أكثر، تدريجيا تدريجيا تدريجيا. رح تبلش تلاحظ أنه كل مرة عم بحكي اسمح لنفسك أنها تتوسع، رح تظهر حدود جديدة. تحاول أنها تحط حد للاستقبال، كون واعي هاي الحدود، وتذكر أنها إلها مكانها، إلها نفعها، إلها فائدتها، وخصوصا على الأرض. ولكن أنت أوسع من هاي الحدود، أنت حتى أوسع من الأرض نفسها. قادر تتخيل هاي الفكرة؟ أنت أوسع من الأرض نفسها. أنت في داخلك فضاء أكبر من الأرض نفسها، أكبر من الكواكب نفسهم. شو عم بخطر لك لما أحكي هذا الحكي؟ هل مقاومة؟ كون واعي على المقاومة، اسمح لها تظهر وتعدي. أنت أكبر من الحدود الاستقبال اللي حاطه مع حالك. رح تبلش تنتبه أنه عقلك اللاواعي في مرحلة معينة دخل في حالة ظن أنه هو غير قادر على توسعة حدود الاستقبال، أنه ما عنده هاي القدرة، ويمكن أقنع حاله أنه هذا الإشي حقيقة. ولكن رح تبلش تشوف أنه هذا الظن هو مجرد فكرة وهمية، ورح تظهر هاي الفكرة كأنها عقد مكتوب على ورقة أمامك. رح تشكر هاي الورقة، ورح تتخيل إنها عم بتروح باتجاه الشمس وعم تحترق. الشيء الضار منها بروح، والشيء النافع من هذا العقد رح يتحول لطاقة وتكاملها داخل نفسك. كأنك لأول مرة بلشت تستوعب، أنا قادر أني أوسع حدود الاستقبال، وأنا ليش كنت خايف منها؟ كأنك بلشت تنسى. وأي أفكار قديمة كانت تقول لك إذا بتستقبل أكتر معناته رح تأخذ من غيرك، معناته ما ضل غيرك، معناته ما تكون طماع، كل هاي الأفكار المنطق تاعها رح يبلش يتلاشى، لأنك عم تتعامل مع مصدر لا محدود. فأخذ نفس عميق وطلع. والعقد القديم اللي بيقول لك انت غير قادر انك توسع حدود الاستقبال انتهى من خيالك الان. ومن هاي اللحظة بلش يتعزز عندك الايمان في قدرتك وقدرة النظام الكوني، النظام الرباني، إنه يوسع حدود الاستقبال أكتر وأكتر وأكتر. والدليل إنك بتقدر تعمل هذا الشيء الآن. أصلاً أنت عم تعمله الآن. أنت الآن عم تستقبل أعلى من حدود جسدك، لأنك واعي إنه في حدود لجسدك، ولكن أنت برضو واعي إنك بتقدر تستقبل أعلى من حدود جسدك. وحتى هذا الاستقبال يكون آمن إلك أو في طمأنينة إلك، رح نطلب من النظام أنه يخلق جهاز تصفية يصفي الطاقات اللي أنت عم تستقبلها وتكون من النور، وعم بتضيف نور لنفسك. رح تبلش تنتبه انك حتى بتقدر تستقبل اعلى من حدود خيالك. يعني يمكن انت هلا شايف فضاء داخل نفسك، ولكن تخيل انك انت بتقدر تستقبل
أعلى من حدود هذا الفضاء؟ أنت قادر تستقبل أعلى من حدود عمرك والزمن؟ تخيل أنك تقدر تستقبل أعلى من الزمن الآن، وهي جزء منك بحكي ما بزبط ما بزبط ما بزبط. اسمح لهاي المقاومة والشكوك تظهر وتتبخر، واسمح لهذا السؤال يفتح درجات أعمق بالوعي في داخلك. أنت بهاي اللحظة قادر تستقبل أعلى حتى من المكان اللي أنت فيه، من البلاد اللي أنت فيها، من غير ما تحاربها، لكن أنت قادر تستقبل أعلى منها. فخذ نفس عميق واسمح للاسترخاء يزيد. يمكن حاسس هلا حالي غريب شوي، أنت غير معتاد عليها. أفضل ذهنية تكون فيها بهاي الحالة هي الفضول. أنا فاتح لاستقبال نوراني أعلى من أي وقت أنا تعودت عليه. ياه على الجمال، ياه على جمال القدرات الباطنية اللي عندي إياها للفتوحات اللي أنا ما كنت واعي عليها. ياه على القدرة النفسية اللي ربنا سخر لي إياها للتمدد للامحدود. تخيل أنه جواتك قادر تستقبل أكبر من بلدك، أكبر من الأرض، أكبر من الكواكب، أكبر من المكان، أكبر من الزمان، وتستشعر الوعي اللي حواليك. بنفس الوقت أنت واعي على الحدود، وبنفس الوقت أنت واعي على الوعي اللي ما بعد الحدود، وقادر هاي الطبقات كلياتها تكون واعي عليها بنفس الوقت، هاي الأبعاد تكون واعي عليها بنفس الوقت، ولكن ما عم بتحاول تتحكم فيها. أنت بتسمح لنفسك أنك تسترخي في هاي الحالة العميقة من الاستقبال والانفتاح، الاستقبال والانفتاح الآمن. أي مخاوف رح تظهر لك خليها تعدي، وتذكر أنه عم نعمل بس تجربة فضولية في الوعي حتى نستشعر عمق أعلى من الاستقبال، وممكن بعدها ترجع للحدود اللي أنت بتفضلها. إحنا بس عم نعمل تجربة. فخذ نفس عميق وطلع، كمان نفس عميق رح يسمح حتى لحدودك إنها تسترخي، وطلع وكمان نفس عميق وطلع. في هاي الحالة المتسعة رح تبلش تلاحظ انه انت عندك قدرة توسع مدارات الاستقبال وحدود الاستقبال اكتر واكتر واكتر واكتر، حتى من حدود خيالك، اكتر حتى من كلمة حد نفسها، أكثر من الحروف اللي عم تخلق كلمة حد. أنت قادر حتى تستقبل أكثر من الحرف وأكثر من الكلمة. هاي العظمة اللي انعطت لك وتسخرت لك ونوهبت إلك هي متاحة الآن، والوعي اللي حواليك النوراني كل ما يلاقي قناة واسعة للاستقبال كل ما بنتشي بالتعبير أكتر وأكتر. ولكن بنفس الوقت رح تبلش تلاحظ إنك زي كأنك عم بتدور على قبول في عقلك اللاواعي قبل ما توسع الحدود الاستقبال تاعتك. يعني كأنك بدك يمكن النسل تاعك يوافق على الحدود الجديدة، بدك البلد تاعتك توافق عليها، بدك الأرض توافق عليها. زي كأنك مسلم قدرتك على توسيع حدود الاستقبال لشيء خارجي، كأنه هو اللي مفروض يوافق على هاي الشغلة،
فكر في هذا الموضوع، هل هذا مفيد إلك؟ يمكن يكون أريح على السطح إنه خلص نفس الحدود اللي حاطيتها الناس، نفس الضيق اللي عايشه الناس أنا بعيشه. ولكن لما تطلع على البشر في برمجتهم الحالية، هل عم بتشوفهم عايشين في قدرات استقبال عظيمة؟ هل عم بتشوفهم مستشعرين الجمال اللامحدود في كل ذرة حواليهم وفي داخلهم وفي باطنهم وفي ظاهرهم وفي خارجهم؟ جواب على الأغلب لا. فليه تتبع الوعي المبرمج؟ فليه تتبع غالبية الناس مع أنه الخالق سخر لك القدرة أنك تتوسع وتستقبل أكتر وتلاقي حد جديد، بعدين تتوسع وتستقبل أكتر وتلاقي حد جديد، وبنفس الوقت تكون أنت أعلى من الحدود؟ تخيل أنه حقيقتك أكبر من أعلى حد خيالك ممكن يوصله، أعلى حتى من كلمة الحد نفسها. مش معناته ما في حدود في تعاملك مع الناس، وما في حدود في تعاملاتك اليومية، وما في حدود بالطريقة اللي بتسير فيها حياتك، ولكن هدول الحدود انت واعي انه قابلين للتحرك والتمدد والتقلص بوعي. هم مش خيار اللي قبلك عملوه وانت مجبر تعيش فيه، هو مش خيار البلد تاعتك عملته وانت مجبر تعيش فيه. فأي مكان داخليا عم تعطي قوتك على توسيع الحدود والتلاعب بالحدود لا عنصر خارجي، لا مؤسسة خارجية، لا شخص خارجي، لا نسل خارجي، احكي لها شكرا أنا بسترجع قوتي الآن، شكرا أنا بسترجع قوتي الآن، شكرا أنا بسترجع قوتي الآن. وهي أوقات أعطيت هاي القوة للخارج من غير وعي، أنا بستقبل فيها مغفرة. شكرا 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 أنا بستقبل مغفرة أكثر، وبرجع قوة توسيع الحدود وقوة توسيع قدرات الاستقبال إلي الآن. وهي جزء منك عم بيشكك في قدرتك على توسيع الاستقبال، على فتح مساحات أكبر للاستقبال، نلغيها ومشفرها من كل مكان زمان واقع. أي جزء منك عم بيحكي بس أنا ما بقدر أستقبل غير لمرحلة معينة، نلغي ومنشفر هاي الشكوك تماما من كل مكان زمان واقع. فرغ هاي الشكوك شكرا، فرغ هاي الشكوك شكرا، فرغ هاي الشكوك شكرا، وكل الأدلة المستندة عليها هاي الشكوك نلغيها ومشفرها من كل مكان زمان وواقع. كل الأسباب المنطقية اللي انبنت عليها هاي الشكوك نلغيها ومشفرها من كل مكان زمان وواقع. من هاي اللحظة بتصاعد عندك الإيمان والوعي المطلق، وبتستقبل أكتر من هذا الإيمان، إنك قادر بقوة المصدر تستقبل أكتر وتفتح نفسك لاستقبال أعلى وأعلى وأعلى. وحتى لو وسعت الحدود أنت واعي كل مرة أنك أكبر من كل هدول الحدود، ومن هاي اللحظة بتسترجع القدرة الداخلية اللي عندك إياها لفتح مساحة استقبال أعلى وأعلى وأعلى وأعلى، أعلى من المشاكل اليومية اللي عندك إياها، أعلى من التحديات اللي عندك إياها، أعلى من الأمور العالقة اللي عندك إياها، أعلى من المخاوف اللي عندك إياها، أعلى من المكان اللي أنت فيه، أعلى من عمرك، أعلى من الأرض، أعلى من الكواكب، مساحة استقبال لا محدودة، وعم تتعامل فيها مع مصدر لا محدود. عنصر الخلق فيه ما بنتهي، فشو ما استقبلت من المصدر لا رح يقل ولا رح يزيد. خلي هاي الحقيقة ببالك، شو ما استقبلت من المصدر، من الوعي المطلق اللي حواليك طول الوقت وطول المكان وما بعد الوقت وما بعد المكان، شو ما استقبلت منه لا رح يقل ولا رح يزيد. خد نفس عميق، وهي جزء منك عم بيحاول يحلل هذا الحكي، اسمح للجزء التحليلي انه يسترخي 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 يسترخي.
هاي اللحظة وانت عم بزيد الوعي عندك على قدرتك على توسيع الاستقبال، رح تبلش تستقبل أكتر من ذاتك، أكتر من روحك، أكتر من أي وقت استقبلت فيه قبل، أكتر من حب الذات الساكن جواتك، أكتر من أي وقت استقبلته قبل، أكتر من حدودك اللي جاي من الماضي. تستقبل أكتر من ذاتك، أكتر من روحك، أكتر من أي وقت استقبلت فيه بالماضي. خد نفس عميق وبلش يستشعر الروعة اللي أنت خلقت منها، اللي أنت جبلت منها. تخيل قوة الاستقبال الرهيبة المتاحة إلك، اللي حتى بتقدر تفتح في داخلك قدرات استقبال أكتر لذاتك، لحقيقتك، لكيانك، أكتر من أي وقت استقبلت فيه بالماضي. خد نفس عميق وطلع كمان نفس عميق وطلع وكمان نفس عميق وطلع. من هاي اللحظة بنحط بذور داخل عقلك اللاواعي، بذور بتذكرك في قدرتك على توسعة الحدود للاستقبال، بذور بتذكرك إنك قادر على الفتح، بذور بتذكرك إنك عم تتعامل مع مصدر لا محدود. الاستقبال منه لا بيقلله ولا بيزيده، الاستقبال من لا محدود رح يخليه لا محدود. فكرة العاقل المحدد صعب يفهمها، ولكن في جزء منك في داخلك عم تفهمها وتستوعبها وتنهض في هاي المعرفة. فخذ نفس عميق وطلع كمان نفس عميق وطلع، ورح نسمح لبذور هاي المعرفة عن أسرار الاستقبال تبلش ترتوي في تربة نفسك تدريجيا. رح تبلش تلاحظ إنك تستقبل أكتر من هاي البذور، تستقبل أكتر من القوة اللي موجودة بهاي البذور، وهاي البذور رح تبلش حتى تنزرع داخل حدود نفسك للاستقبال، لتبلش توعى إنه العالم اللي كنت ظانه محدود هو أكبر وأحلى وأجمل، وإنت قادر تستقبل كل مرة، وقادر توسع سعتك النفسية كل مرة لاستقبال أعلى وجمال أعلى. وبنفس الوقت إنت واعي إنه في جزء منك أكبر من كل الحدود. فلأول مرة بصير في عندك علاقة صحية بين اللامحدود وبين الحدود، حتى لو هم مبينين إنهم متناقضين، ولكن في مكان معين هم بتلاقوا على النفع وعلى المحبة. فرح نسمح للمحبة والغفران تنساب بين الوعي اللامحدود عندك وبين الحدود، بفهم لطبيعتك الأصلية وبفهم أهمية التعامل مع الحياة بحدود معينة وبالعلاقات بحدود معينة. فخذ نفس عميق وطلع، ورح نطلب إنه ينبنى نظام حماية على هاي المعارف الجديدة أو المعارف اللي أصلا موجودة جواتك اللي بلشت بذورها تظهر. هذا النظام بيحمي أي أفكار قديمة عم بتحاول تشكك بقدرتك على التوسع، تشكك بفهمك للمصدر اللامحدود. فنظام الحماية بيلتقط هاي الأفكار، يا إما ببعدها عنك، يا إما بيحولها لطاقة نورانية، أو بيستخدم أفضل طريقة بالتناسب مع إدارة الطاقة حتى يساعدك تتعامل مع هذا الشك
ويزيد إيمانك في بذور المعرفة اللي بلشت تتغلغل في داخلك. فخذ نفس عميق وطلع وانت مستمتع انك لأول مرة بلشت توعى انك عم تتعامل مع مصدر لا محدود حواليك الآن. بلشت تستمتع انك بلشت تفهم انه حواليك الآن وفي داخلك الآن وفي خارجك الآن في رزق لا محدود. والسؤال، هل تقدر تستقبل أكثر من الرزق المتاح لك اللي ما إله أول وما إله آخر؟ هل تقدر تستقبل أكثر من الجمال المتاح لك اللي ما إله أول وما إله آخر؟ فرح تصير لعبة الاستقبال هي لعبة، هي لعبة توسيع الحدود، وبتعملها بطريقة راقية وبطريقة آمنة وبطريقة تدريجية. وأي جزء منك مستعجل لأنه بلش يوعى أنه في حواليك طاقات لا محدودة وجمال لا محدود ووعي لا محدود، راح تتنفس بهذا الجزء وتشكره على الحماس اللي عنده إياه، وبنفس الوقت تسمح للحكمة تتدفق لهذا الجزء حتى تنوره كيف يتوسع بطريقة منظمة تتناغم مع النظام. رح نشكر البذور اللي انزرعت جواتك. شكرا 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 شكرا. نشكر الوعي اللي بلش يتفتح جواتك. شكرا 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 شكرا. ونشكر حدود نفسك كيف قادر انها تتوسع. شكرا 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 شكرا. ونشكر كل لحظة في هاي التأمل اللي ساعدك تفتح لوعي أعلى. شكرا 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 شكرا. رح نسمح للوعي تدريجيا يبلش يتوجه باتجاه جسدك، وهذا الوعي اللي بلشت تستنبطه تستشعره رح يتحول لطاقة ويتدفق الآن في كل خلية من خلايا جسدك. فاسمح لخلايا جسدك، جسدك المادي والأجسام الباطنية اللي عندك إياها، تبلش تستقبل أكثر من طاقة هذا الوعي الجديد. استقبل أكثر وأكثر وأكثر، والخلايا اللي عندك إياها راح تسمح لها تسترخي وتستقبل أكثر وأكثر وأكثر، لأنه الاستقبال بيحتاج حالة من الهدوء والاسترخاء والانفتاح. فرح نسمح للخلايا تستقبل أكثر وأكثر وأكثر. خذ نفس عميق وطلع كمان نفس عميق وطلع. لما أبلش أعد للثلاثة رح تبلش تستيقظ تدريجيا مع الحفاظ على الوعي اللي بلش يتجلى ويستيقظ في داخلك. رقم واحد، بتوعى على رجليك، تبلش تحس رجليك. رقم اثنين، بتحرك كتافك، بتحرك رجليك، تتذكر وين انت، البلد اللي انت فيها، المكان اللي انت فيه هلا. بتحرك ايديك. ثلاثة، تفتح عيونك وبتستيقظ. خذ نفس عميق وحافظ على السكون اللي انت فيه هلا حتى تسمح للطاقة انك تستقبلها من غير ما تشتتها بحركة. فافتح عيونك وضلك في حالة صمت وما تتحرك قدر الإمكان، وبس خلي كلمة استقبال هي اللي تكون موجودة داخل ذهنك الآن. عم تستقبل الشيء اللي حدث سواء انت واعي عليه أو غير واعي عليه. عم تستقبل الفتوحات اللي صارت سواء انت واعي عليها أو غير واعي عليها. فخذ نفس عميق وطلع كمان نفس عميق وطلع وكمان نفس عميق وطلع.
بشكرك من كل 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 قلبي إنك مشيت معاي بهاي الرحلة العميقة. شاكر لشجاعتك، لأنه هذا العمل اللي بتعمله عم تعمل فيه خير إلك وللناس وللأرض وللإنسانية جمعاء. شكرا 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 من كل قلبي إنك عم تعمل هذا العمل. وهذا التأمل متاح لك إذا حبيت تسمعه أكثر من مرة. بنفس الوقت اسمح لي أحكي لك عن الاستقبال أكثر. إذا أنت بلشت تحس كم مفهوم الاستقبال مذهل وقوي وثوري، وبلشت تدوق جزء من ثورة الاستقبال من خلال هذا التأمل، رح أدعوك تشوف كورس كنس الاستقبال اللي مندخل فيه في عمق رهيب لعشر أسابيع، حتى ندرب نفسك كيف تبلش تفتح لاستقبال البركات الربانية اللي حولك طول الوقت. إذا حاب تعرف أكثر عن هذا الكورس، في محاضرة مجانية متاحة لك الآن تقدر تحضرها، رح تكون موجودة بالرابط، تقدر تروح وتشاهدها حتى تشوف عظمة وقوة الاستقبال. أنا شاكر لك مرة تانية من كل 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 قلبي إنك عم بتكون رفيق في هاي الرحلة، وكلياتنا عم نفك سويا كودات الاستقبال الخارق لنفتح لمراحل استقبال عالية منعبر فيها عن قوتنا وقدراتنا وجمالنا، منعبر فيها عن ميراثنا الكوني الرباني المتاح إلنا الآن. فشكرا شكرا 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 إنك أنت جزء من هاي الرحلة النورانية. بتمنى لك في كل لحظة من حياتك جمال أكتر، تجليات ناصعة أكتر، نقاء أكتر، عزة أكتر، وفتوحات نورانية أكتر وأكتر. وشكرا لك.